نستقبل الآن مكالمة الأخت أم عبد الرحمن. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي الأخت كيف أم عبد حالك يا الرحمن. دكتور؟ الحمد لله ما شاء نعم، الله، عافاك الله. بارك الله تفضلي. فيكم. بسم الله. الله يسلمك. نحن من ضمن الاسر اللي عانت صراحه من الواسطه هذه، واسطه اللي هي محرمه طبعا. نعم. يعني انا ابني من 3 شهور قتل على يد شخص مستنكر بسرعه جنونيه وراجع من المدرسه، وطبعا كان خارج الشارع العام وكان يخوف مجموعه من الطلاب من ضمنهم والدي. انا وصلت من الدوام حصلت غارق في بحيره من الدم انا واولادي. المهم لما اخذنا ولدنا ودفناه وهذا ونسال الله سبحانه وتعالى له الشهاده، الوقت اللي احنا المفروض يعني نكون المجتمع معانا اصحاب الواسطات اخرجوا هذا الشخص من السجن ليله واحده ما نام في السجن. والى الان الشخص هذا يعني جارنا بحالته الطبيعيه يسافر ويروح ويجي بسبب الواسطه، وانا اعالج اولادي نفسيا مما راوا. وانا كمعلمه في مدرسه ما استطيع احث الطالبات على القيم وعلى الاخلاق والاحترام الجار وعلى احترام القانون ومرافقه الشريعه، وانا جاري قاتل لابني. فالسؤال يا شيخ، هل معقوله مرصد في بلدنا تصل لهذه الدرجه؟ يعني الشخص هذا رغم سوابقه ورغم استهتاره وشهاده الشهود الا الى الان، وفي النهايه احنا عارفين انه يتم غلق القضيه على انها حادثه عادي كباقي حوادث البيت. طيب أم عبد الرحمن، هل يمكن أن يكون قد خرج بكفالة مثلا ريثما تحال القضية إلى المحكمة؟ كفالة شخصية وكفالة، نعم. أنا عندما سألت بالدعاء العام قالوا لي خفنا لا عليه من التحرش الجنسي، خافوا عليه من التحرش الجنسي ولم يخافوا علينا إحنا، ما لنا أي اعتبار. أنا وأولادي اللي شاهدنا والدي شاهدناه في بحيرة من الدم ما لنا أي اعتبار. طيب. وهذا الشخص عادي يطلع ويمارس حياته بسبب الواسطة، وفي النهاية نحن كباقي القضايا يا دكتور كباقي القضايا بتغلق على أساس أنه حارس بس عادي، مع أن الملف هذا الشخص استهتاره ومعروف به أنه كان يخوف الطلاب في المدرسة بطريقة جنونية. طيب أم عبد الرحمن، أنا شايف الحادث يا أستاذ، السيارة طريقة من الحادث تدل على أنه قايد بسرعة جنونية. طيب أم عبد الرحمن، الرسالة وصلت إن شاء الله. أنا عند ولدي عند ولدي صفات رأي سؤال سؤال عند ولدي. تفضل. متى يتم أخذ حق أخوه؟ يعني هو الحين هذه الواسطة، الواقع في النهاية الحين هو بيكبر معاه هذا الشيء، أنه هو يريد ينتقم لأخوه. أم عبد الرحمن، لا يعني صيغة السؤال لم تكتمل، صار انقطاع في الصوت. تفضلي. طيب. نعم. يعني أنا عندي سؤال، ولدي يسأل هل معقول بسبب الواقع يعيش هذا الإنسان حياته الطبيعي؟ طيب أنا أشوفه، ولدي يشوفه يوميا، هذا طيب. ولدي أنا بعدين بيكون عنده رغبة في الانتقام طيب. من هذا الشخص من أصحاب الواقع في البلد. واضح واضح، ولدي شيء ثاني طبعا. نسأل الله سبحانه وتعالى دعواتكم له بالشهادة ولنا بالصبر وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. نسأل الله تعالى أن يصبركم على هذه المصيبة وأن يؤجركم فيها. لنبدأ بسؤال أم عبد الرحمن. فضيلة الشيخ، تقول بأن ابنها تعرض لحادث دهس توفي فيه، وإنما يؤلمها أن الجاني يسرح ويمرح ولم تتخذ ضده أي إجراءات، وهي تشك في أن المسألة كانت بسبب واسطة أو معرفة لهذا الشخص عند الجهات المعنية، فتسأل هل يمكن أن تؤدي الواسطة إلى مثل هذا النوع من الاستفزاز للذين تألموا؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل موتى المسلمين وأن يلهمها وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، ونحن نذكرهم بقول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل، الله ما أخذ ولله ما لله ما أعطى ولله ما أخذ. ثانيا تقدم أن الفساد يمكن أن يصل إلى مختلف الأجهزة ويمكن أن يصيب كل الناس كل الأفراد على مختلف المسؤوليات والأمانات التي يتحملونها، ونحن هنا لا نتحدث عن خصوص هذه القضية نعم بشكل عام، وإنما نقول بأن ذلك يمكن أن يقع وهو عين ما نحذر منه. لا بد أن يتعاون الجميع على نفي أسباب المحسوبيات والفساد والرشا وكل ما يؤدي إلى
غمط الناس لحقوقهم وإلى ظلمهم والجور عليهم والاعتداء على حقوقهم وعدم إنصافهم. نعم. ولا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا في ظلال وارفة من العدل والإنصاف وإيصال الحقوق إليهم، فيرفع عنهم الظلم ويعاقب الجاني والمعتدي بحسب ما يكفل أداء الحقوق ويردع مما نص عليه من عقوبات وحدود بحسب نوع الجناية أو الجريمة التي ارتكبها الجاني. فلا بد أن يتعاون الجميع، فإذا كانت هناك صورة فيها إبطال لهذه الحقوق وجور على أحد، لا سيما فيما يتعلق بأمور الدماء والأموال والأعراض، فإن هذا نذير خطير. ولا بد أن يتعاون المجتمع لنفي هذا النوع من الفساد واجتثاثه من أركانه، وإلا فإن البلاء سيصيب الجميع والعياذ بالله. نسأل الله تعالى اللطف والسلامة. طيب بماذا تنصحها فضيلة الشيخ، لأنها تقول بأن يعني لم يشفى غليلها، وهي تتألم عندما ترى مثل هذا الوضع لم يعالج بالطريقة التي تظن هي أنها صحيحة؟ لا تدخر وسعا في إيصال صوتها إلى مختلف الجهات القضائية بحسب مراتب التقاضي في البلاد، وسيصلها حقها بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله.